بهذا الدكان المتواضع وسط مدينة برج بوريريج ولعقود من الزمن، احترفت عائلة الزواوي صناعة زلابية لتجعل من المحل قبلة لعشاق هذه الحلوى خاصة في شهر رمضان. هذا الحرفة راها بداها الشيخ تاعنا الله يرحمه في 87، وإحنا كنا صغار جيو نعاونوه. ساعة كي كبرنا حبسنا القراية 95، حكمت الحانوت أنا والطفل والشيخ ونخدموا العام كومبلي كما نقولوا ساير العام، وفي رمضان يكثر طالب عليها تولي نخدموا الدوبل. القدوم من أماكن بعيدة والوقوف في طوابير طويلة ليست بعراقيل بالنسبة لمختلف زبائن هذا المحل. هذا المحل عنده من زمان هو هنايا، والله يبارك الزلابيه تاعو خفيفة والاستهلاك تكون الاقتصاد تاعها مليح والبري مليح. عندي دوك واحد 5 سنين وانا نجي لهنا. انا يا في شهر رمضان يوميا نجي لهنا عند سليم نشري علينا زلابيه، نجي من يشير والله يبارك عنده زلابيه هايله ومعروفه. راني جيت من ولايه بجايه باش ندي زلابيه لي والجيران تاعي وحبابي، يعني محل ما شاء الله الله يبارك وصحة رمضانكم صحة فطوركم. بلونها الذهبي الشهي وبريق العسل الذي يكسو أصابعها لذة وحلوة، تمارس هذه الساحرة إغراء يجعل الصائمين يشدون الرحال إليها من ولاية إلى ولاية.